أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع: عليك عزيزي الطالب أن تبين صفات الحروف التي تميز الحروف المفخمة، يتعرف على مفهوم الوقف الحسن. الوقف الحسن عزيزي الطالب هي أحد أنواع وقف تلاوة القرآن الكريم، ويطلب من القارئ مراعاة أحكامه أثناء التلاوة. وسمي هذا الوقف حسنا لأنه يؤدي معنى يحسن الوقوف عليه، ومفهومه هو قطع الصوت على كلمة تؤدي معنى صحيحا لكنها تتعلق بما بعدها من ناحية اللفظ والمعنى. للوقف الحسن عزيز الطالب حالات: الوقف الحسن على نهاية الآيات، وقف الحسن في وسط الآية ذات الموضوع الواحد، وقف حسن حكمه الجواز، فإن كان موضوع الوقف الحسن على نهاية الآية فإنها يحسن الوقف عليه ويجوز ابتداء بما بعده، لأن الوقف على نهاية الآيات سنة. أما إن كانت في وسط الآية فإن يجوز الوقف عليه ولا يحسن ابتداء بما بعده، بل يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها إذا صح الابتداء بها ويصلح بما بعدها، وإن لم يصح الابتداء بها فإنه يبتدئ بما قبلها إن كانت الابتداء بها أصح. الإجارة عزيزي الطالب: شرع الإسلام الإجارة ووضع لها أحكاماً مفصلة لتحقيق مصالح الناس ومنع النزاع بينهم، وقد حثت الشريعة الإسلامية على توثيق العقود التي تجري بين الناس حفظاً للحقوق ومنعاً للخلاف وتنظيماً للأمور والمعاملات، لذا يستحب توثيق عقد الإجارة بكتابته والإشهاد عليه. وقد نظم الإسلام عقد الإجارة وشرع مجموعة من الأحكام التي تضبط التعامل بين طرفي لمنع النزاع بينهم. أما مفهوم الإجارة عزيزي الطالب، هو عقد يتيح للمستأجر الإفادة من منافع الأشياء أو الأشخاص مقابل أجرة محددة لمدة معلومة. والحكمة من مشروعية الإجارة: قد أباح الإسلام عقد الإجارة لأهميته في حياة الناس لتمكين من لا يستطيع التملك من الإفادة من الشيء المستأجر لسد حاجته، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية لرفع الحرج عن الناس والتخفيف عليهم. والإجارة فيها تبادل للمنافع بين الناس، فالناس يحتاجون البيوت للسكن والسيارات للركوب وأصحاب الحرف للعمل، وهذا يوفر سبل الرزق والمعاش. أما أنواع عقد الإجارة، تأتي الإجارة على نوعين عزيز الطالب: إجارة منافع الأشياء وإجارة منافع الأشخاص. كيف يعني إجارة منافع الأشياء وإجارة منافع الأشخاص؟ الأشياء أي استئجار شيء من أجل الانتفاع به، مثل استئجار البيوت للسكن أو الأراضي للزراعة أو السيارات للركوب وغيرها. إجارة منافع الأشخاص تعني استئجار شخص لأداء عمل معين، مثل استئجار الطبيب لإجراء عملية جراحية، أو استئجار البناء لبناء بيت، أو المزارع لزراعة الأرض، أو أصحاب الحرف للأعمال المهنية وغيرها. أنواع عقود الإجارة عزيز الطالب: من مثل استأجر أحمد نجارا بعمل صيانة للأبواب الخشبية. أيضا مثال على ذلك: استأجرت فاطمة سيارة، لماذا؟ في فترة زمنية محددة وهي مدة شهر. أيضا مثال أي آخر: استأجرت دعاء شقة سكنية مدة عام كامل. هناك أركان لعقد الإجارة: العاقدان وهما المؤجر والمستأجر. المؤجر مالك الشيء الذي يراد استئجاره، المستأجر هو الشخص الذي يرغب بالانتفاع بالشيء، الصيغة وهو إعلان طرفي العقد عن موافقتهما على إجار عقد الإجارة، وهي الإيجاب والقبول. أما الركن الأخير وهو محل عقد الإجارة، هو ما تعاقد عليه الطرفان مثل الأجرة والمنفعة. أيضا عزيزي الطالب، هناك شروط عقد الإجارة. لصحة عقد الإجارة شروط يجب أن تتوافر لكي يكون العقد صحيحا. من هذه الشروط: يكون العاقدان المؤجر والمستأجر أهلا لإجراء العقود، بأن يكون كل منهما بالغا عاقلا، أيضا يكون كل من العاقدين راضيا مختارا غير مكره، تكون مشروعة بأن تكون مما يجوز الانتفاع به فلا يجوز استئجار ما كانت منفعته محرمة، وتكون المنفعة معلومة من حيث المدة والعمل. متى تنتهي عقد الإجارة عزيز الطالب؟ تنتهي عند انتهاء مدة العقد وإنجاز العمل المتفق. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعالى.